أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. عقوبات أمريكية جديدة على نظام أسد تطال 18 كيانا وشخصية داعمين له. اغتيال عنصرين لميليشيا أسد في القنيطرة على يد مجهولين. هيئة تحرير الشام تعتقل إعلاميا وعدة أشخاص في إدلب وحلب. تركيا تكتشف منجم ذهب بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي. غواصة أمريكية نووية تدخل مياه الخليج وإيران تتوعد بالرد. مشاجرة بين زوجين في فرنسا تتسبب بمقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة 4. أهلا بكم. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة ضد 8 شخصيات وعشرة كيانات داعمة لنظام أسد، وطالت العقوبات الجديدة مصرف سوريا المركزي وأسماء الأخرس والعديد من أفراد عائلتها لعرقلتها الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي لإنهاء الصراع السوري حسب تعبير الخارجية الأمريكية. كما أعلنت الوزارة في بيان لها أن هؤلاء الأشخاص تراكمت ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري، مشددة على مواصلة الضغط على نظام أسد وداعميه لمنعهم من حشد الموارد لإدامة فظائعهم. ينضم إلينا عباس شريف الباحث في مركز مقاربات للتنمية السياسية معنا من اسطنبول. أهلا بك أستاذ عباس، كيف تنظر إلى هذه العقوبات الجديدة وخاصة أنها تطال مصرف سوريا المركزي؟ بداية تحياتي لك وللإخوة المشاهدين. طبعا العقوبات الجديدة التي استهدفت الكيانات والأفراد المحسوبين على الدائرة الضيقة لنظام الأسد وعائلة أسماء الأخرس أسماء الأسد تأتي في سياق سياسة العقوبات التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد هذا النظام منذ صدور قانون قيصر. يعني منذ صدور قانون قيصر كان واضح أن الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع النظام والإجبار على تنفيذ القرارات الدولية 2254 والالتزام بالحل السياسي كانت هي بزيادة الضغط الاقتصادي. وعلى ما يبدو أن تجديد هذه العقوبات وإضافة أسماء جديدة تأتي بناء على تحولات في بنية النظام الاقتصادية التي تحاول أن توجد شبكات اقتصادية رديفة تؤمن الدخل الأجنبي والأرباح والأموال والقطع الدولار من خلال الربح غير المشروع ومن خلال نهب أموال الشعب السوري. لذلك تجد الولايات المتحدة الأمريكية أو الخارجية الأمريكية دورا لإضافة بعض الأسماء. نحن نعرف أنه صار هناك انزياح في النفوذ الاقتصادي، الثروة ثروة الملك الأسد انتقلت من رامي المخلوف إلى بيت الأخرس، وكان من الضروري أن تشتمل العقوبات على أسماء يعني من عائلة أسماء الأسد. العقوبات أيضا تستهدف الشركات المتعاملة مع نظام الأسد، خصوصا الشركات الروسية والإيرانية واللبنانية، في رسالة واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية أنه لا يمكن أن يكون هناك إعادة إعمار ولا يمكن أن يكون هناك دعم للنظام اقتصاديا إلا بأن يلتزم النظام السوري بمبدأ الحل السياسي وتطبيق القرارات الدولية 2254، وإلا فإن العقوبات سياسة العقوبات الأمريكية ستستمر. يعني وهذا ما عبرت عنه الولايات المتحدة الأمريكية سابقا بأنها ترغب بتغيير سلوك النظام عبر هذه العقوبات، ويعني كما يعلم الجميع بأن هذه العقوبات قد لا تسقط النظام ولكن تضيق الخناق عليه. اليوم الجديد أنه المصرف المركزي يندرج في هذه القائمة للعقوبات، كيف سينعكس وكيف سيتأثر هذا المصرف بهذه العقوبات؟ للأسف يعني نحن كما نعلم أن بالأنظمة الاستبدادية والمافياوية
لا تتأثر الطبقة الحاكمة بالعقوبات كثيرا، لأن هذه الطبقة دائما تحمل هذه الضغوطات الاقتصادية على معيشة الشعب السوري. ونحن اليوم نشوف طوابير الخبز وطوابير الغاز والفقر المدقع يعصف في شوارع المدن السورية، في حلب ودمشق وفي الساحل السوري. الناس بدأت يعني تجوع بسبب المافيا الحاكمة والعصابة الحاكمة لسوريا. هو لا شك سيؤثر بداية على النظام، لكن الذي سيتحمل التبعات أكثر هي فئة الشعب السوري الموجود الآن تحت سيطرة النظام، هي التي ستعاني من هذه العقوبات، وهي التي ستتحمل العبء الأكبر باعتبار أن هذه المافيا ستعود لتعويض هذه الخسائر من خلال إرهاق الشعب السوري برفع الأسعار وفرض الضرائب والأثوات ونهب أموال الشعب السوري. نعم، شكرا جزيلا لك عباس شريف، الباحث في مركز مقاربات للتنمية السياسية، كنت معنا من اسطنبول. قتل عنصران لميليشيا أسد وأصيب آخر بعد استهداف دوريتهم من قبل مجهولين في بلدة العجرف بريف القنيطرة. وذكرت مصادر محلية أن الهجوم أسفر عن مقتل العنصرين في ميليشيا أسد محمد الدعاس ورائد حربة، فيما أصيب عنصر آخر بجروح. ورجح ناشطون أن الاغتيالات والاشتباكات بسبب خلافات سابقة بين ميليشيا الدفاع الوطني وعناصر محسوبة على ميليشيا حزب الله وإيران بشأن تهريب المخدرات. اعتقلت هيئة تحرير الشام ناشطا إعلاميا في منطقة الغزاوية غرب حلب خلال مروره على أحد حواجزها، كما اعتقلت عددا من الأشخاص في بلدة معرة مصرين شمال إدلب. وذكرت مصادر محلية أن عناصر الهيئة المتمركزين على طريق بلدة الغزاوية غرب حلب اعتقلوا الناشط الإعلامي عبد الفتاح الحسين وقادوه إلى جهة مجهولة، في حين داهمت الهيئة عدة منازل ومزارع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب واعتقلت 20 شخصا بتهم مختلفة، منها المصالحة والتسوية مع ميليشيا أسد والضلوع بأعمال تفجير واغتيالات لصالح نظام أسد وداعش. استهدف عناصر داعش 2 من المسؤولين في المجالس المحلية التابعة لما يسمى بالإدارة الذاتية في دير الزور. وذكر إعلام التنظيم أنه تم استهداف كل من المدعو محمد النجم الرئيس المحلي لبلدة الكبر والمدعو محمد النوفل رئيس مجلس بلدة الشحيل التابعين للإدارة الذاتية عبر تفجير عبوات لاصقة بسيارتهما. ولم يقتل أي من المسؤولين في التفجيرين، لكنهما تعرضا لإصابات. ويستهدف داعش بشكل شبه يومي كل من له صلة بالميليشيات الكردية في دير الزور والحسكة والرقة. عبرت غواصة الصواريخ الموجهة USS جورجيا الأمريكية مضيق هرمز ودخلت الخليج العربي. جاء ذلك بحسب بيان أصدرته البحرية الأمريكية أكدت فيه أن الغواصة النووية تحمل صواريخ موجهة وأنها أتت لضمان الاستقرار البحري والأمني في المنطقة، مؤكدة التزام واشنطن بأمن الحلفاء والحفاظ على الأمن البحري ضد أي تهديد وفي أي وقت. وردا على هذا التحرك الأمريكي أكدت إيران بأنها سترد في حال تعرضت لأي اعتداء. عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور نبيل العتوم المختص بالشأن الإيراني معنا من عمان. دكتور نبيل، اليوم مع دخول الغواصة الأمريكية USS جورجيا إلى الخليج العربي، كيف ستتعامل إيران مع وجودها؟ شكرا جزيلا لكم. يعني لا شك أن أحلام أن هذا ربما رسالة ردع واضحة إلى الجانب الإيراني. كما تعلمين الآن تمتاز الغواصة جورجيا بقدراتها على الهجوم، وتعتبر هي آلة حربية متقدمة خاصة مع قدراتها الصاروخية، حيث تحمل أكثر من 150 صاروخ من طراز توماهوك. وهي رسالة واضحة إلى إيران، خاصة أن هذا الدخول يتزامن مع حدثين مهمين. الحدث الأول هو تعهد إيران بالرد على مقتل محسن فخري زادة العالم النووي الإيراني وتصاعد نبرة التهديدات، ثم أنه بعد أيام قليلة سوف تمر السنة الأولى على ذكرى
استهداف قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وهنالك نبرة ربما متصاعدة أكثر من أي وقت مضى بأن إيران سوف تقوم برد قاسي على الولايات المتحدة الأمريكية. في واقع الأمر أعتقد أنه إيران الآن في ظل ما تواجهه من دعيني أسميه من تبني استراتيجية دبلوماسية حافة الهاوية مع توجيه وكلائها بعض وكلائها ومخالفها الموجودة في المنطقة لاستهداف الأمن الإقليمي برمته من خلال دفع الحركة الحوثية إلى استهداف الذي تم مؤخرا إلى ميناء جدة السعودي واستهداف ناقلة نفط هناك، هذا بالإضافة إلى تغير نوعي في أساليب هجمات وكلاء إيران وأذرعها الموجودة في العراق عبر توجيه عدد من الهجمات الصاروخية إلى مقر السفارة الأمريكية في بغداد، هذا بالإضافة ربما إلى وجود متغيرات قد تدفع إيران إلى محاولة اغتبار نوايا الإدارة الأمريكية القادمة عبر ممارسة مزيد من سياسة أو دبلوماسية حافة الهاوية ربما من خلال عمليات قد يقوم بها أذرعها وكلاءها في المنطقة عبر الحريق الإقليمي. لكن في تقديري ربما أن إيران قد تحدثت خلال اليومين السابقين عن استعدادها للرد على أي هجوم أمريكي، خاصة أن هجمات التخريب داخل إيران ما زالت مستمرة. كان هنالك هجوم شرق إيران لم يتم الإعلان عن تفاصيله من جانب الإيرانيين قبل 4 أيام، وكان هنالك انفجار كبير ربما هذا يرجح استهداف أحد القواعد الإيرانية. طيب هل وصول هذه الغواصة دكتور نبيل يعني استعدادات للحرب في المنطقة؟ ربما هذا وارد خاصة مع تصاعد عمليات التخريب من جانب إيران من ناحية، لكن بمزاد ذلك هنالك عمليات نوعية داخل إيران ربما لجر إيران إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع إسرائيل. أنا برجح ربما تصاعد وتيرة استهداف الأمن الداخلي الإيراني، وربما هذه رسالة واضحة إلى الإيرانيين، لأنه كان هنالك تسريبات عبر نيويورك تايمز والواشنطن بوست تحدثت ربما عن احتمالية شن الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل أو كلتيهما معا لضربة ضد منشأة ناتانز لتخطيب اليورانيوم، وبالتالي ربما هذا يأتي استباق لأي عملية عسكرية وردع إيران عن الرد في حال استهدافه. شكرا جزيلا لك دكتور نبيل العتوم المختص بالشأن الإيراني، كنت معنا من عمان. أعلنت تركيا اكتشاف 3,500,000 أوقية من الذهب في منجم للتنقيب تبلغ قيمته حوالي 6 مليارات دولار، وأوضح المدير العام للائتمان الزراعي التركي فخر الدين بويراز أنه تم الوصول إلى مورد الذهب في أعمال التنقيب داخل مناجم في ولاية بليجكي في تركيا، مؤكدا أن هذا المنجم من بين المناجم القليلة في العالم ويصنف ضمن الخمسة الأوائل عالميا والأول في تركيا من حيث كمية الذهب، وسيتم استخراجه بالوسائل المحلية. وإلى فرنسا، حيث أقدم رجل يبلغ من العمر 48 عاما على قتل 3 عناصر من الشرطة في فرنسا وإصابة 4 برصاص، وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا من امرأة يهددها زوجها بالقتل، وعند قدوم الشرطة للبيت أطلق الرجل النار عليهم فقتل 3 عناصر وأصاب آخر. وأكد مكتب المدعي العام أن رجال الشرطة تمكنوا في نهاية المطاف من تأمين خروج المرأة بسلام وإلقاء القبض على الرجل. المزيد من الأخبار على منصات أورينت، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا على الموقع الإلكتروني orient-news.net. شكرا لطيب المتابعة وبأمان الله.